بطولة ولا اتنين ولا تلاتة. رامي ربيعة واخد 6 بطولات افريقية، اعلى من اعلى نادي بعد النادي الاهلي. وبالتالي لا جديد يذكر والقديم يعاد. ملك ملوك القارة الافريقية، ملك اللعبة، ملك اللعبة بيتوج على عرش الأميرة السمراء للمرة الـ 12 في تاريخ القلعة الحمراء، وتاني مرة على التوالي. إن شاء الله ربنا يكرمنا السنة الجاية وتبقى المرة الثالثة على التوالي. في إنجاز صعب، صعب يصل إليه أي فريق آخر. محدش غير النادي الأهلي يقدر يحقق المعجزات. محدش غير النادي الأهلي اللي يقدر يضرب مثل هذه الأرقام. والله هذا الكلام ما هو تريقة، الكلام اللي أنا بقوله ده ولا كلام على حد ولا ليه علاقة بحد، أنا ليه علاقة باسم نادي. مين غير النادي الأهلي اللي بيكون دايما على قمة كل شيء؟ ألف مبروك لكل الجماهير الأهلوية العظيمة الوفية في كل أنحاء العالم. الحقيقة جالنا ناس كتيرة جدا 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 الفترة اللي فاتت كانوا نفسهم يروحوا النادي ويروحوا المباراة ويعملوا، ولكن زي ما حضراتكم شفتوا التنظيم على أعلى مستوى، الأمور داخل الاستاد على أعلى مستوى، كل حاجة حلوة، كل حاجة جميلة. الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب نادي كبير وعريق زي الترجي. هتقول لي أصل الماتش، يا عم ماتش إيه؟ وحد بيفتكر؟ وحد بيفتكر الناحية الفنية في المباراة؟ وحد بيفتكر مين عمل ايه؟ رامي ربيعة جاب جون، جاب جون يا سيدي، خبطت في دماغ ولا في رجل مش عارف مين ودخل الجون، دخل الجون. الأهلي فاز امبارح بالبطولة الإفريقية رقم 12، ودي للنسخة الثانية على التوالي بالمناسبة. يعني رأسية المدافعين بتحسم اللقب، السنة اللي فاتت محمد عبد المنعم والسنة دي رامي ربيعه. محمد السنه اللي فاتت عبد المنعم سجل هدف الفوز على ملعب محمد الخامس في مباراه الوداد عشان يفوز النادي الاهلي بهذه البطوله او بالنسخه الماضيه في المغرب، اما هذه النسخه عرضيه من حسين الشحات بيقابلها راسيه من رامي ربيعه تحسم ايضا اللقب الافريقي لابناء القلعه الحمراء. وكالعاده ودايما هقول هذه الامور، شكرا لكل جماهير النادي الاهلي وسط حضور اعداد غفيره جدا جدا داخل الاستاد وخارج الاستاد، استاد الرعب، استاد القاهره. للحقيقه تنظيم امبارح كان على اعلى مستوى، بشيد بكل الناس، كل المسؤولين اللي كانوا موجودين امبارح وكل الشركات المسؤوله عن التامين ورجال الشرطه الحقيقه اللي تعبوا كتير جدا جدا، بنشكرهم امبارح على هذه الملحمه الرائعه من التنظيم. ويمكن انا من اسبوع قلت لحضراتكم